سلام البنات، بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احوال جيده. اليوم البنات غادي نوريكم الطريقه ديال هاد الفراشه هادي. كي شفتوا معايا البنات، هاد الفراشه عندها هاد الخويطات هادو في الجناب، خصنا ضروري نحيدوهم. ان شاء الله انا غادي نوريكم كيفاش غادي تحيدوا هاد الخويطات. يلا هو نبداو، تبعوا الفيديو حتى التالي باش حتى حاجه ما تفوتكم، باش تعرفوا كيفاش درت انا لهاد الفراشه هادي. هانتوما البنات كتقطعوا الخيط الاول، كتحشيوه في الابره. الخيط الاول اللي كيجي من هنا هو شتوه، كتجيو البنات لهاد الخيط هذا اللي ما بين العقيقات عندك، وتمشيو تقطعوا الخيط وتحشيوه نيشان في العقيقه في الصف. لا، اجيو لذاك الخيط دخلوا فيه وليو خرجوا، فهمتوا؟ وليو عاوتاني دخلوا وليو طلعوا لفوق، بحال الخيط كيدخل فراسو، كيدخل فراسو، فهمتوني؟ صافي، وكتدخلوا نيشان في الصف. شفتوا معايا؟ توليو عاوتاني تجيو الصف اللي من الفوق وتوليو تدخلوا فيه، باش هكا البنات داك الخيط كيشد راسو مزيان ما بين الصفوف. هانتوما البنات، انا صافي راني ساليتو، دابا غادي نمشيو للخيط الثاني. ما تنساوش البنات عندكم تمشيو ما بين الورده والورده، تقطعوا من الجدر، لا اجيو للوسط باش تخليو لي سباس لهنا ولي سباس لهيه. عاوتاني البنات هنايا غادي نجيو عاوتاني نفس الطريقه، كنجيو ما بين داك الخيوط، هذاك الخيط نفسه اللي كنقطعو كنجيو في الوسط ديالو، كنوليو ندخلو نخرجو. شو معايا؟ صافي، عاوتاني نفس الخيط الثالث، هكا كندخلو في وسط الخيط جوج مرات البنات باش كيشد راسو، جوج مرات هكذا بحال كنديرو شي حزيمه بحال هكا. صافي، وكنوليو ندخلو في الصف باش ديك الساعه الخيط ما عنده منين يخرج ابدا. هكذا صافي، نتوما بغيتو تبقاو داخلين خارجين عادي، ماشي بغيتو ديرو غير جوج صفوف دخلو فيهم تخرجوا ماشي مشكل. المهم صافي كيتثبت، ها ما شفتو البنات، ها هو الخيط ما بقاش كيبان ابدا. اوكي شفتو البنات، دابا هذه هي المشكل فين كاين. يا ناري يا ناري، هنايا كاين المشكل في هاد الخويطات الصغيرة اللي كيفاش غنديرو لهم الحل. حنا لقيناه في هاد الخيوط الطوال، صافي، ولكن هادوك الصغيرين كيفاش الحل ديالو؟ انتوما معايا، تبعوا الفيديو حتى التالي باش تعرفوا الطريقه. يعني قطعت الخيط اللي من الفوق، دخلت الخيط في نفسه، وليت عاوتاني دخلته في الصف ديال العقيق. سمحوا لي حيت هاد اللون فلاشي كيضرب فيه الضو، كيعطي واحد كيضر في العينين. نتوما البنات شفتوا هاد الخط، هاد الصف هذا، راني ما دخلتوش وخرجت غير جوج صفوف، لا بقيت داخله خارجه في الصفوف كاملين، داخله خارجه. هانتوما تبعوا معايا، هاني جيت للصف اللي فيه الخيط، عاد بديت ندخل خيط في خيط. شفتوا انا دخلته عاوتاني في الصف ديالو، هنولي عاوتاني نهب نطلع للصف الاخر. هانتوما شفتوا، عرفتوا البنات علاش درت انا هاد الطريقه؟ حيت هاد الطريقه هادي، هاد الخيط هذا بحال اللي كنولي نسديه في داك الصفوف اللي عندهم الخيوط صغيورين، باش الا قطعتهم ديك الخيوط ما يوقع لهم والو، داك العقيقات ما يتسربوناش، حيت هذوك الخيوط هذوك ما عندناش شي حل ليهم الا ولينا تدرنا لداك الصفوفات سديه واحده اخرى وقطعناهم بالمقص. صافي حيدناهم، فهمتوني؟ فهمتوني شنو بغيت نقول؟ ها انتم شفتوا، راني حيدته بالمقص. صافي هادشي، دابا هاد الصفوف هادو، هاد المثلثات اللي من الجنب كلهم تثبتوا. يلا شتو البنات، دابا غادي نحيد هاد الصف هذا، هاد الخط هذا، هذا الاول، هاد الخيط غير الاولاني. شوفوا انا حشيت الابره ما درت فيها لا خيط لا والو، حشيتها حيت الخيط صغيور، فهمتوني؟ كنضربو في الوسط، ومن بعد هانتوما كي شفتو معايا راه غير التصوير تقطع لي، دخلت داك الخويط الصغير في داك الراس ديال الابره اللي كنت حاشيه ديجا انا في العقيق. صافي وجبت وحيدته. هذا البنات ما غاديش نقيسوه، ما غاديش نقيسوه دابا. صافي هانتوما شفتو، دابا غادي نمشي لهاد الخيط هذا. انتوما كي شفتو معايا غادي ندخل جوج مرات في الخيط، عاوتاني نمشي لهاد الصف، نمشي لداك الصف اللي من تحتو، شكا كيتثبت مزيان.
صافي ونحيدو. عاوتاني نفس الطريقة للخيط الآخر، كشتو معايا. نتمنى من الله البنات يكون التصوير واضح، ولا كان عندي شي مشكل وشفتوه نتوما كيبان لكم مشكل عندي في القناة، ما تنساوش تقولوه لي في كومونتير وتعطوني الرأي ديالكم. شتو البنات هكا باش كيتثبت الخيط مزيان ما تيبقاش. شتو انا قلت لكم شي داك الخيط اللي كان في التالي دخلته وخرجته دخلته وخرجته، ها هو وصل لبلاصتو، وصل للبلايص اللي خصنا ندخلو نعاودو فيهم كلهم. تمشتو ندخلو فيهم كاملين داك الصفوف الصغيورين. شكل البنات كيعمروا لنا بالخيط وكيتزيروا. ما تنساوش البنات راه الا ما كانش الابره رقيقه ومشيتو دخلتو وخرجتو بزاف راه غادي تطرطق العقيق، فهمتوني؟ بالخصوص الا ما كانش الام جي بي، الا كان غير العقيق العادي. وانتم عاوتاني البنات شوفوا الا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه هذه باش ما يترسكمش العقيق، كاينه واحد الطريقه زوينه، غتجيبوا داك الحجيره ديال الشميشه اللي كينبتوا بها ولا اللي كيحطوها في، تجيبوها وتحطوها فوق هاد الفراشه هادي هكا موديل جديد، فهمتوني؟ فوق داك الخيوط صافي، وتشدوها بالخيط ومن كتلصق في الجلابه كتعطي عاوتاني واحد المنيدر غزال. صافي هاني حيدت الخيط، صافي هاني تبت هادوك الخيوط كاملين. دابا البنات غادي نمشي عاوتاني للجهه اللي من فوق، كنقبطو عاوتاني الخيط كنقسموه في النص، حيت هاد الفراشه هادي راه عندها واحد الفراشه من الفوق شاده معاها، راه ماشي غير بوحدها. صافي وغنديرو عاوتاني نفس الطريقه اللي درنا، كنقبطو الخيط ديالنا كندخلوه في الابرة، كنجيو للصف ديالنا كندخلو ما بين داك العقيقه والعقيقه في الخيط، ها هما شتو كندخلو جوج مرات هكا عاوتاني. صافي وكنبقاو غاديين كندخلو في داك الصفوف باش الخيط ديالنا يتثبت. حاولوا تجروا الخيط شويه لعندكم عاد ضربوا بالمقص باش كيتحيد من الجدر. شتي البنات انتما دخلت الخيط فوق صافي وكنثبتوه مزيان. نتمنى نكون وصلت لكم الفكره البنات. هانتوما شتي الخيط كنضربو في النص باش النص اللي عندي من هنا قد اللي عندي من هنا، مش ماشي هذا ندخل فيه ديبرا ولا اخر نحير معاه. هانتوما شتو صافي وكندخل الخيط ديالي. شوف باش قلت لكم الخيط كيكون صغير هاد الخدمه هادي البنات ما خصكمش تعصبوا معاها، ما خصكمش تنرفاو معاها بزاف، هدوء تخدموا بها وانتم مرتاحين انتم مكالمين، باش ماشي تجبدي لي برقه ثقيل عقيق يمشي لك كلشي صدق مشكل. انتم ها انا دابا ساليت البنات الفراشه ديالي، دابا غادي نمشيو للطريقه ديال هادوك الخويطات اللي غيبغي يحيدهم. كاين اللي ما غيبغيش يحيدهم يخليهم يدير الشميشه عليهم ولا يدير شي حجيره ولا شي زواقه ولا شي وريضه ولا شي حاجه، المهم يحطها من الفوق. كاين اللي بحالي خصو يفيني كلش ما بقى حتى شي خيط حتى شي حاجه، انا نوريكم الطريقه تبعوا الفيديو حتى للتالي. هاد الخيوط البنات هادو ما غاديش نحيدوهم، دابا غنجيبو واحد الخيط جديد حيت الجهه اللي ملهيه راكم شتو راه حنا ثبتنا الخيوط ودوك الصفوف هاد العقيق، بقى لنا الجنب الاخر. ملي وليت قلبت الكاميرا باش نتمنى يبان لكم مزيان. غادي نجيو البنات لهاد الصف هذا هاكو، غادي نزيد الخيط، قضيه ديال زيد الخيط كنحزم خويه من التحت كنخرجو كيتثبت لي. شتو شتو معايا غادي نجيو البنات الصف اللي من تحتو غندخلو فيه ثلاثه ديال العقيقات ولا اربعه، نولي عاوتاني نرجع للصف اللي حداه
نخرج منه عاوتاني، نولي عاوتاني ندير داك القضية ديال الخيط كيدخل في خوه، ونولي ندخل في الصف ديال داك الخيط اللي صغاور. عرفتوا علاش درت هاد الطريقة البنات؟ حيت هذاك الخيط، هذاك الخيط اللي صغيور الا مشينا حيدناه وهو صغير، الخيط ديالنا صافي غيتسربب. اللهم ندخلو خيط جديد، نديرو تسديه جديده مثلا، داك هذا باش داك العقيق يلقى راسو بانه شاد في واحد الخيط واحد اخر، واخا هذاك هذاك تحيد، الخيط الجديد راه شد الخيوط كاملين، فهمتوني؟ صافي. وكنبقى هكا بنفس الطريقه، هذاك الخيط هذاك ما غنقطعوش ما غنحيدوش، غنبقى ندخل في داك الصفوفه كاملين بربعه د العقيقات ولا جوج ولا اللي بغيتو نتوما، حتى غنوصل لهذاك التالي. هذاك التالي عاوتاني غنولي ندخل في داك العقيقات اللي غاديين بالدريجات باش نثبت لهم العقيق ديالهم، باش داك العقيق ديالهم يلقاو الخيط فين يبقاو، باش ان شاء الله ملي غنحيدو داك الخويطات داك العقيق ما غيتحيدش. حيت البنات اللي كيخدموا هاد الخدمه هادي راه عارفين بان الا تحيد الخيط ديال التسديه العقيق كيترسب. انتما كشتو هاني بديت نوصل لهم دابا، هنا بديت ندخل ليهم، شتو ها هو بحال هو ولا لهم خيط جديد. واخا نحيدو هذاك، داك الخيط اللي جديد هو اللي شادنا. صافي ها نتوما باشو، ها هو الخيط ديالنا تزير. شتو معايا؟ الله كتر البنات. صافي حنا زيرناهم، وغادي نطلع دابا غير مع الجنيب. عرفتوا ديك القضيه ديال الفي ديال الجنب بحال هكا؟ يلا دابا حنا بدينا نقطعو، نحيدوه من الجدار. شتو شتو حنا حيدناهم، حيدناهم هاد الجهه و نحيدوهم من الجهه الاخرى. اسمحوا لي هاكاك، عرفتو سمحوا لي البنات على هاد الفلاش هذا اللي ضارب، مشكيله مع هاد اللون هذا. صافي البنات دابا حنا حيدنا هاد الجهه هادي وغنحيدو الاخرى، وغتشوفوا الوريده ديالنا. حنا حيدنا عاوتاني هاد الخيط هذا اللي كان بقى، شوفوا زعما الفراشه ديالنا اللي خارجه في الجنب. سمحوا لي البنات حيت المقص ما عنديش ماضي بزاف، خلى لي واحد الشنيتيفات من ليه غنحيدهم. وهكا كتكمل الفراشه ديالنا. دابا هاد الفراشه هادي اللي من الفوق عاوتاني حمراء، نفس الطريقه اللي درنا الاخرى. هادو الجنيبات غندخلوهم ياكم، هادوك عاوتاني الفوق غندخلوهم حيت طويولين، وهادو غنزيدو لهم خيط واحد ونثبتوهم مزيان، عاد نقطعوهم نحيدوهم في خطره. ما تنساوش البنات واحد الجيم تكون زوينه، نتمنى من الله كل واحد تفرج يدير جيم. ابوني باش يوصلكم كل جديد البنات، عافاكم عاونوني عاونوا اختكم. يلا البنات هذا هو التالي ديال الشكل ديالنا، ونتمنى من الله يكون الشرح ديالي واضح واضح بزاف بزاف بزاف، ونكون فدتكم البنات، وتسناو ان شاء الله الجديد في الفيديو الجاي.